السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. على وقع المزيد من التهاني الدولية لبايدن، ترامب يصف خصومه باللصوص ويقول إن الانتخابات سرقت. والمطالب هي أولا فك العلاقة فورا مع حزب الله. رئيس التيار الوطني الحر ردا على العقوبات الأمريكية: لن نطعن حزب الله وعقوباتكم مصدرها إسرائيل الساعية إلى تهجير المسيحيين من الشرق. الرئيس البوليفي الجديد يؤدي اليمين الدستورية، وأبرز الحاضرين وزراء خارجية فنزويلا وإيران وملك إسبانيا. الرئيس الأذربيجاني يعلن سيطرة قواته على مدينة شوشة على مشارف عاصمة كرباخ. يريفان تنفي وتقول إن المعارك مستمرة. مرحبا بكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه في الانتخابات بأنهم لصوص، وقال إنه تمت سرقة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي سلسلة تغريدات جديدة على تويتر، أشار ترامب إلى أن أفضل منظم لاستطلاعات الرأي في بريطانيا أخبره أنه من المستحيل تخيل أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات التي فاز بها. ترامب لفت إلى أن وجود إقرارات خطية تدل على تزوير في الانتخابات، مضيفا أنه في ولاية بنسلفانيا كان هناك أمر من المحكمة العليا بفصل الأصوات التي أتت بالبريد بعد الموعد النهائي للفرز. وبعد إلقائها خطاب الفوز في الانتخابات، قدمت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس جو بايدن إلى جمهوره، حيث حرص على القول إنه سيسعى إلى إعادة الاحترام والهيبة للولايات المتحدة. And it is now my great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden. أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، لكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرق أو حمر. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم. لقد حققنا نصرا ساحقا، وأن رقم 74 مليونا هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق. لقد ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم. وعلى خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، قال محاميه رودي جولياني إن المحاكم هي التي تعلن الفائز في الانتخابات الرئاسية وليس مواقع التواصل. من قام بإعلانه فائزا؟ يا إلهي، جميع الشبكات الإخبارية، كم هذا رائع. علينا أن ننسى القانون. القضاء لا يحتسب. لا تكونوا سخفاء. الشبكات لا تقرر الانتخابات. المحاكم تفعل ذلك. وطوال 4 سنوات مثل ترامب ظاهرة فريدة في السياسة الأمريكية، تجاوزت في شكلها وحجمها جميع الرؤساء السابقين. وتعد الترامبية التي يمثلها نهجا سياسيا متطرفا، لديه إسقاطاته في مناطق أخرى من العالم. محمد بو عبد الله. في هزيمته الانتخابية ينتهي عهد ترامب، وإن كان بعناد يأبى ذلك، لكنها باقية ظاهرة حملت اسمه باعتباره أحد رموز عالمية العنصرية والشعبوية والدموية. بسلوكه وسياساته خلال سنوات كرست ترامبية، فأضحت سبيلا يسلكه من كانوا على شاكلته يرون فيه المعلم الأول الذي منه يستلهمون. فيه وجد اليمين المتطرف ضالته سواء في أمريكا أو في أوروبا. كبير مستشاريه السابق للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون أنموذج لترامبية التي أسهم في صعودها وبقي وفيا لها رغم خصومته مع ترامب،
وسعى لنشرها عالميا بعد إخراجه من البيت الأبيض بدءا من القارة العجوز التي تبنى فيها مشروعا لإيصال أحزاب اليمين المتطرف إلى الحكم. يجاهر المتطرفون من اليمين في أوروبا بالعنصرية والفوقية، ويكنون البغض للأقليات العرقية أنهم مواطنون أجانب وجب ترحيلهم حتى لو كان آباؤهم قد ولدوا في تلك الدول. في تغريدة بانون مؤخراً، تجلت الدموية الترامبية بدعواه إلى قطع الرؤوس، وذاك انعكاس للنهج الترامبي المشجع على الإجرام كسعيه للتغطية على جرم تقطيع جسد خاشقجي. وذاك قتل يسير قياساً على إبادة آلاف اليمنيين. ففي اليمن سبقت ترامبية ترامب، فكان العدوان واستمر بغطاء أمريكي. في ترامبية الدموية تشابهت قلوب المطبعين الجدد مع قلوب أصدقائهم الإسرائيليين، فجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين عن نفسها تحدث. وفي لبنان ترامبية سياسية إقصائية لا تعترف بحق الأغلبية في أن تكون في سلطة القرار، يدفعها إلى ذلك عنصرية تجاه الفئات والمكونات اللبنانية الأخرى. للترامبية سوابق في تبرير قتل الإرهابيين للأبرياء في لبنان، وجرى حينها الحديث عن السيارات المفخخة من منطلق الخصومة والاختلاف حول الحرب في سوريا. قلق سعودي من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية. كيف ستختلف العلاقة بين الرياض وواشنطن بين ترامب وبايدن؟ وهل سيجاري بايدن عثرات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ مريم عثمان. لم تسارع السعودية إلى تهنئة بايدن ولا تخفي قلقها من رحيل ترامب ونهاية حصانة الأربع سنوات. لا يبدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مستعداً لمجاراة السعودية في عثرات ولي عهدها، فقد أكد خلال إحدى المناظرات أن على السعودية دفع ثمن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. الرئيس ترامب لم يعاقب كبار المسؤولين السعوديين، هل كنت لتعاقبهم؟ نعم، قلت ذلك مرة، إن خاشقجي قتل وقطعت أوصاله بأمر من ولي العهد السعودي، وبصراحة لن نبيعهم السلاح مجددا، سنجعلهم يدفعون الثمن ونجعلهم منبوذين كما هم فعلا. تنديدات بايدن بالحرب على اليمن وقتل أطفاله، وإن كان البعض يرى فيها جزءا من الاستعراض السياسي والمناكفات بين الديمقراطيين والجمهوريين نظرا لاستمرارها لأكثر من عام ونصف عام تحت حكم إدارة باراك أوباما ونائبه بايدن، إلا أن ذلك لا يلغي العلاقة الاستثنائية التي جمعت محمد بن سلمان وترامب المبنية على المليارات السعودية مقابل الغطاء الأمريكي الواسع. يتوقع أن تشهد العلاقة السعودية الأمريكية تغييرات في عهد بايدن. مشهد استكمال التطبيع لا يزال ضبابيا، فبايدن كما يقول يعطي الأولوية لحل الدولتين على أن يكون التطبيع تحت هذه المظلة، فيما قد يسرع انفتاح بايدن على إعادة إحياء الاتفاق النووي تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب، ويعزز بالتالي التحالف الإقليمي بين إسرائيل ودول عربية بحسب ما كشفه مسؤولون سعوديون لوسائل إعلام إسرائيلية. شددت زينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني على أن الفرح بهزيمة دونالد ترامب لا يعني أبدا الرضا بمجيء من اعتبر استشهاد سليماني تنفيذا للعدالة ومن كان سببا في إنشاء داعش. وفي تغريدة لها على تويتر أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن دماء أبيها، ووصفت ترامب بأنه أحمق من الدرجة الأولى وله مستشارون حمق منه نصحوه أو أحمق منه نصحوه بالإقدام على خطوة اغتيال الفريق سليماني ليضمن فوزه في الانتخابات، لافتة إلى أن ترامب تحول إلى أحد أكثر الشخصيات السياسية المكروهة في العالم. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الإدارة الأمريكية إلى انتهاز الفرصة للتعويض عن أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن إيران تعتمد التعامل البناء مع العالم كاستراتيجية لها. الإيرانيون تابعوا تطورات الانتخابات الأمريكية باهتمام، وقد اعتبرت بعض الصحف أن ترامب وبايدن وجهان لعملة واحدة، بينما أشارت صحف أخرى إلى أن بايدن سيكون أكثر مرونة مع إيران. ملحم ريا.
انتهت حقبة ترامب، لكن آثارها لن تنتهي بسهولة. ما فعله الرجل منذ انسحابه من الاتفاق النووي انعكس سلبا على حياة المواطن الإيراني بشكل مباشر. هنا تطرح أسئلة كثيرة قد لا تكون الإجابة عليها سهلة قبل تسلم جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض. فهل سيعود الرجل إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ويطوي صفحة العقوبات التي فرضها ترامب، أم سيستخدم مرة جديدة سياسة العصا والجزرة التي أثبتت فشلها سابقا مع إيران؟ أعتقد أنه سيطلب تعديلات على الاتفاق النووي كما يطرح فريقه للسياسة الخارجية، وأنه سيستخدم أيضا العقوبات أمام إيران. رسميا دعت الحكومة الإيرانية بايدن لانتهاج سياسة مختلفة عن ترامب، ملوحة بيد بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي مرة جديدة والتراجع عن خطواتها الخمس في حال التزم بايدن بالاتفاق النووي ورفع العقوبات، وفي اليد الأخرى بصمود الشعب الإيراني الذي أفشل العقوبات. لكن هناك من يرى أن بايدن قد يكون أخطر على إيران من ترامب. إذا لم نحسن التصرف فإن بايدن أخطر من ترامب بمرات عديدة، لأن ترامب لم يستطع إيجاد إجماع دولي ضدنا بسبب سلوكه غير المنطقي، بينما بايدن قادر على ذلك، لذا علينا التصرف بحنكة. الصحف الإيرانية انقسمت أيضا في تقييمها للمرحلة الجديدة، فمعظمها لا يجد فرقا بين ترامب وبايدن، فالاثنان يمارسان استراتيجية أمريكية لا تتغير بتغير الأشخاص، بينما البعض الآخر اعتبر أن بايدن سيكون أكثر مرونة مع إيران في ملفات ترغب الولايات المتحدة بحلها في المنطقة. رغم الاختلاف في وجهات النظر حول طبيعة العلاقة مع أمريكا في زمن بايدن، إلا أن الجميع أبدى سعادته بخسارة ترامب، وكما يقول البعض هنا لا يمكن أن يشهد البيت الأبيض شخصا أسوأ من ترامب على الإطلاق. ملحم ريح، طهران، الميادين. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الممثل الخاص لشؤون إيران وفنزويلا إليوت أبرام سيسافر إلى إسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة من 7 إلى 12 من الشهر الحالي للتشاور بشأن إيران. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن بيان الخارجية الأمريكية حول زيارة المخطط لها جاء على خلفية توقع تبدل السلطة في البيت الأبيض. حقبة جديدة من العلاقة ستدخلها أنقرة مع واشنطن بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، فنقاط الخلاف والاشتباك كثيرة بين الطرفين، ولا سيما أن مواقف بايدن انتقدت بشكل قاس سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. محمود واثق. بأهمية وقلق كبيرين تابعت أنقرة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة، إذ يتحتم عليها التعامل مع الرجل في العديد من القضايا العالقة بين البلدين. سبق أن كان لبايدن موقف قاس وصل حد توعد تركيا ورئيسها واصفا إياه بالمستبد الذي يجب الإطاحة به. صحيح أن هناك مرارة في العلاقة بين أردوغان وجو بايدن بسبب تصريحات الأخير التي صنفت بأنها معادية ومستفزة، لكنني أعتقد أن البلدين يحتاج أحدهما الآخر في العديد من الملفات، وأعتقد أن الرئيسين في نهاية المطاف سيتوافقان على نقاط مشتركة تحفظ مصالح الطرفين. يخشى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من تحول تصريحات بايدن ومواقفه العدائية من سياسات أردوغان في حملته الانتخابية إلى سياسة تنتهجها واشنطن في التعامل مع أنقرة في فترة حكمه. بالنسبة لتركيا لن يتغير شيء، توقعنا هو الابتعاد عن السياسات أحادية الجانب. نحن لدينا مع أمريكا قضايا ومواضيع مشتركة، وهي لا تتوقف على أشخاص. سارعت المعارضة التركية إلى تهنئة جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، أما الرئيس التركي فلم يفعلها حتى الآن. مشهد يختزل حالة سياسية ستعيشها تركيا في علاقاتها مع واشنطن. العلاقة بين واشنطن وأنقرة ستكون جدلية في حقبة الديمقراطي بايدن وفق ما يرى مراقبون، في قضايا عديدة كقضية حرية التعبير في تركيا ووجود المعارض التركي فتح الله جولان في الولايات المتحدة فضلا عن منظومة الصواريخ الروسية. محمود واثق، إسطنبول، الميادين.
وفيما توالت ردود الفعل الدولية المهنئة بفوز بايدن على مدى الساعات الماضية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين آخر المهنئين بحسب ما لاحظته وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه التهنئة جاءت بعد 12 ساعة من إعلان الفوز. وقد وصفه نتنياهو في تغريدة له بأنه صديق كبير لإسرائيل. أود أن أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس. لدي علاقة شخصية ودافئة وطويلة مع جو بايدن منذ ما يقرب 40 عاما. أعرفه كصديق عظيم لدولة إسرائيل. أنا متأكد من أننا سنواصل العمل مع كليهما لمواصلة وتعزيز التحالف الخاص بين إسرائيل والولايات المتحدة. نيابة عني وعن مواطني إسرائيل، أشكر الرئيس ترامب مرة أخرى على الصداقة العظيمة التي أظهرها لإسرائيل ولي شخصيا. أهنئه على الاعتراف بالقدس والجولان، وعلى موقفه تجاه إيران، وعلى اتفاقيات السلام التاريخية، وعلى رفع التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة. شكرا للرئيس ترامب. وبالتوازي، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر سعودية إلى أن الرياض أعربت عن خيبة أمل من خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وسائل الإعلام قالت إن دول الخليج كانت تفضل فوز ترامب لاستكمال موجة التطبيع مع تل أبيب. ولفتت الوسائل إلى أنه من غير المؤكد أن تتوقف كليا، لكن ربما ستتباطأ. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية لم تعلق حتى الساعة على فوز بايدن. فلسطينيا، وفيما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره اليوم ببايدن، قالت الفصائل الفلسطينية في تعقيبها على هذا الفوز إن الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي مستمر على مدار الإدارات المتعاقبة، لكن المطلوب اليوم هو التراجع عن الخطوات التي اتخذها ترامب بحق القضية الفلسطينية وسط تباين الآراء في الشارع الفلسطيني. أحمد شلدان. بعد حسم الانتخابات الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بدأ الفلسطينيون ينظرون بحذر إلى الخطوات المقبلة، فيما يؤكد كثيرون أن المطلوب اليوم هو تصحيح السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. نحن نأمل أن تعاد العلاقة ما بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة باتجاه عملية السلام. مطلوب من الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن أن يصحح كل السياسة الأمريكية الخاطئة تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية. علينا أن لا نعول كفلسطينيين كثيرا على نجاح جون بايدن، لأنه في أحسن الأحوال سيتبنى ذات السياسة الخارجية التي تبنتها الإدارات الأمريكية السابقة. 4 أعوام من حكم ترامب شهدت هجوما شرسا على الثوابت الفلسطينية، وتركت آثارا مدمرة سياسيا واقتصاديا. واليوم تبدو الآمال الفلسطينية محدودة بتغيير ملموس على أرض الواقع. دائما الشعب الفلسطيني هو الضحية في كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بايدن أو ترامب، هو لا يختلفوا عن بعض كثيرا. تحدث بشكل منافي ومغاير لما قام به ترامب من سياسة سابقة. نتأمل بأن يكون هناك انفراج على مستوى القضية الفلسطينية. ويرى الفلسطينيون أن سقوط ترامب هو سقوط لكل النهج التدميري لقضيتهم، ليبقى اعتمادهم على صمودهم ومقاومتهم فقط، بغض النظر عن من يسكن البيت الأبيض جمهوريا كان أم ديمقراطية. بين من يعتبرهما وجهان لعملة واحدة ومن يعول على اختلاف النهج والأساليب، يؤكد كثيرون أن دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال قلص من آمال الفلسطينيين بتغيير جوهري وجعل اعتمادهم على الأفعال لا الأقوال. أحمد شلدان، غزة، الميادين. إلى لبنان، حيث كشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن الضغوط التي تعرض لها من قبل المسؤولين الأمريكيين قبل فرض العقوبات عليه. وفي كلمة متلفزة تعقيبا على العقوبات الأمريكية بحقه، كشف باسيل عن رفضه الانصياع لأربعة شروط أمريكية طلبت منه، أولها فك العلاقة مع حزب الله. كشف أن مسؤولا أمريكيا نقل هذه المطالب إلى رئيس الجمهورية. بلغت مباشرة من السفيرة الأمريكية ببيروت بضرورة تلبية
4 مطالب فورا، وإلا رح تنفرض علي عقوبات أمريكية بعد 4 أيام، أي بنهار 25 تشرين الأول. والمطالب هي: أولا فك العلاقة فورا مع حزب الله، وثلاث نقاط أخرى رح أتحفظ هلا عن ذكرها بطلب وتمني من بعض المقربين. طبعا بالمطالب وبالحديث كله ما في كلمة فساد، وطبعا أنه ردة فعل الطبيعية السريعة كانت أنه الأمور ما بتمشي معي بهذا الشكل، وأني أنا برفض بهذا الموضوع. بس قال إنه على الأمريكيين يعلم أن العقوبات لن تضعف حزب الله، مشددا على أن الأمريكيين يسمحون بالفوضى عبر التظاهرات الملونة. هلأ اعتماد مشروع لعدم استقرار لبنان على ما هو واضح اعتماده وبيقروا فيه بعض أجنحة الإدارة الحالية وبيحكوا فيه، والسماح بالفوضى والتشجيع عليها نتيجة الأوضاع المعيشية الاقتصادية اللي عم بيعانوها اللبنانيين عن حق، وحقهم أنهم يتظاهروا ويعترضوا، ولكن تقليب الناس وتمكينهم بالمظاهرات الملونة هيدا كله إذا ضفنا عليه وقوع بعض الحوادث الأمنية ومؤشرات لظهور الإرهاب وإنشاء خلايا مثل ما عم بيتحضر بالشمال، مثلا خدوا مثل حادثة كفتون، تبين أن خلية من 40 داعشي وعم بيتمولوا من وين؟ من إدلب، يعني بنعرف من وين. باسيل أكد أن التيار لا يمكنه طعن حزب الله، مضيفا أن التعامل جار على أساس الاحترام المتبادل، وأضاف أن هذا الأمر هو أحد مبادئ التيار مع أي لبناني. نحن ما منطعم بأي حليف أو صديق أو أي حدا متفاهمين معه لصالح أي حدا، مش بس بالخارج، لصالح حدا بالداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خناهم، وبنحكي بهيدا الموضوع وقت اللازم لأني بعدني ما حكيت عنه. فما ممكن نحن نطعن حزب الله بغاية الطعن. نحن ما منترك الناس من دون سبب، وأكيد مش حزب الله، لأنه نحن منتعاطى مع بعضنا بصدق وبأخلاق، ومش هيك منترك بضغط خارجي. بس أكد أنه بالرغم من اختلاف التيار مع حزب الله حول المنطقة، لم تقم إيران بفرض عقوبات على التيار الوطني الحر أو التهديد بها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تطلق الاتهامات وتفرض العقوبات من دون امتلاك أي دليل. والسلام بيقوم على أساس المبادرة العربية وعلى مبدأ أساسي يلي هو مبدأ الحقوق المتبادلة، للعرب الحق بالأرض، لفلسطين الحق بالدولة، ولإسرائيل الحق بالأمن. هيدا أصلا هو 1701، وهيدا الشيء يلي عم نعيشه على حدود 2006. هيدا كله قلته حرفيا بشباط 2019، وهيدا خلاف كبير مع الحزب بيهاجمني فيه جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هيدا ما بيمنعني قول رأيي وما بيخليني غير فكري وفكرة التيار، وهيدا ما بيخلي الحزب انه يقمعنا ولا ايران انها تأدبنا، ولكن بيحترموا خلافاتنا. بس رأى ان العقوبات مصدرها اسرائيل التي تصب مصلحتها في ضرب المسيحيين في لبنان وتهجيرهم وترحيلهم من المنطقة. باسيل قال ان على الامريكيين ان يعلموا ان العقوبات لن تضعف حزب الله الذي سيبادر الى الدفاع عن نفسه بنفسه. طيب وين مصلحة امريكا بضرب المكون اللبناني يلي بيرفض يروح للشرق حصرا وينقطع عن الغرب، وبيريد ابقاء لبنان همزه وصل بين شرق وغرب؟ هيدي منا مصلحه امريكا، هيدي مصلحه اسرائيل بضرب المسيحيين بلبنان، وعشناها من زمان واختبرناها، وفي ناس دفعوا حقها واستشهدوا كرمالها. الا اذا امريكا بتقول وبعدها للاسف بنفس المخطط القديم يلي بيؤدي من ضمن ما بيؤدي له الى هجره المسيحيين من الشرق.
من طرابلس في شمال لبنان ينضم إلينا عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. مرحبا بكم دكتور. بداية أسألكم لطفا التعليق على ما قدمه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال لم أخضع بما معناه في خلاصاته فعاقبتني الولايات المتحدة الأمريكية. نعم هذا الكلام قد يكون صحيح، لكن بالنهاية هناك كلام ساقته الإدارة الأمريكية بالنسبة لمسألة الفساد فليرد على هذه المسائل. يعني بالنسبة لنا الكلام لا يجب أن يتوجه إلى اللبنانيين، فليتوجه إلى الدولة التي قامت بوضع العقوبات عليه. أما بالنسبة لنا فيعني نحن ننتظر، ونحن نعتقد أن على الأقل بعض الكلام حول الفساد على الأقل منطقي بالنسبة للوزير جبران باسيل. طيب، وهذا كان في تحرك على مستوى رئاسة الجمهورية بأنها طالبت أن يكون هناك أدلة تقدم وتساق، وعلق كثيرا على موضوع الفساد في غياب أيضا طرح أي شيء دقيق كما قال السيد جبران باسيل. لكن ما أسألك عن في الموقف في أن يكون هناك عقوبة مقابل شروط لم تنفذ من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني ليس شيء جديد على الولايات المتحدة. إذا كانت هذه القضية، هذه الولايات المتحدة هي كما هي، يعني هي دولة تستعمل كل الوسائل لضمان الخيارات السياسية التي تراها مناسبة. هي تقوم بذلك على مدى عقود وربما أكثر من قرن. لذلك القضية كما قلت لا علاقة للبنانيين بالكلام الذي يريد أن يرد به الوزير باسيل، فليقل ذلك باتجاه الولايات المتحدة. أما بالنسبة للداخل فلن يؤثر هذا الكلام بشيء، لأنه في موضوع له علاقة بالسيادة ونتحدث عن مكون أصيل واسع في شريحة الشعب اللبناني فيما يمثله التيار الوطني الحر، لذلك الكلام في استهداف النسيج. السيد جبران باسيل يتحدث عن حماية هذا المكون برفضه الانصياع للمطالب من الولايات المتحدة الأمريكية بتحييد مكون أساسي ألا وهو المكون الشيعي من خلال أن يكون يعني المطلب باتجاه حزب الله. يا سيدتي، إذا كان الكلام عن السيادة فلا يوجد سيادة عندما تكون ميليشيات مسلحة تحكم البلد. وإذا كان الحديث عن المسيحيين فجبران باسيل لا يمثل لوحده المسيحيين، هو مسيحي واحد بين 1.5 مليون مسيحي موجودين في لبنان. يعني عمليا لا أظن أن استهداف الوزير جبران باسيل هو استهداف للمسيحيين ولا للمكون الشيعي أيضا بما طرحه. نعم نعم لا أظن ذلك. طيب، إلى أي حد في رسالة يعني من العقوبات على جبران باسيل باتجاه رئيس الحكومة المكلف في توقيت التشكيل؟ نتحدث هنا عن الرئيس سعد الحريري. نعم، يعني لا شك بأن أزمة الوزير جبران باسيل واضحة بالنسبة لمسألة عدم تمكنه من الخروج من الحكم. وعمليا يعني ما لا يمكن فهمه هو كيف يذهب ولا يسمي سعد الحريري ويرفع الصوت. أنا دكتور سؤالي معكوس، هل وصلتكم للرئيس المكلف رسالة من خلال هذه العقوبات على جبران باسيل في توقيت التشكيل؟ لا 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 كلام أبدا. يعني حتى بمحاولة لفهم موقف الرئيس الحريري فقال لا موقف بهذا الموضوع، بمعنى أنه هذا ما قدمه يعني السيد جبران باسيل بأنه كان مطلوب فك الارتباط والتوجيه باتجاه حزب الله قد يكون رسالة مطلوبة، وإلا أيضا عقوبات من رئيس الحكومة المكلف أن يخفف ربما فاعلية حضور حزب الله في تأليف الحكومة أو حتى في المشاركة. مضمون مثل هكذا رسالة قد يصل من خلال العقوبة أو العقوبات على جبران باسيل إلى سعد الحريري؟ لا أظن أن سعد الحريري سوف يتأثر بهذه المسألة بالذات، ولا أظن بأن القضية هي كما هي. سعد الحريري كان واضحا بأن الواقع في لبنان لا يحتمل إلا أن تكون، على الرغم من معارضته لحزب الله ومعارضته لمنطق الميليشيا الذي يقوم به حزب الله ومنطق حزب الله بالتوجه إلى الدول العربية والدول المحيطة وإلى ما هنالك، لكن بالنهاية هناك واقع أن حزب الله هو موجود ويمثل أيضا شريحة من اللبنانيين على المستوى الوجود. لذلك لا أظن أن سعد الحريري سوف يستعمل رسالة على هذه الطريقة. طيب دكتور، في نقطة ربما داخل يعني التشكيل والتأليف للحكومة، ربما الآن ما بعد العقوبات قد يكون هناك طرح ثابت جبران باسيل وزيرا في الحكومة المقبلة كطرح الآن مقبل، يمكن أن يكون ذلك؟ كيف يمكن أن يتعامل رئيس سعد الحريري رئيس المكلف أمام مثل هكذا سيناريو إن طرحه؟
إن طرح هذا السيناريو أظن أنه على الأقل يعني ما نطالب به حينها كتيار مستقبل كمؤيدين لسعد الحريري هو أن يرفض التأليف على هذا الشكل، وإن وصلت الأمور بأنه لا إمكانية إلا أن يكون جبران باسيل في الوزارة فالأفضل بأن يعتذر عن تأليف الوزارة. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى علوس عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، ضيفنا، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس في شمال لبنان. متواصلون بتقديم السابعة، ولكن نتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها من بوليفيا، حيث أدى الرئيس لويز أرسي مراسم تنصيبه كرئيس لبوليفيا بحضور عدد من ممثلي دول العالم من رؤساء ووزراء خارجية وسفراء. أبرز المشاركين في حفل تنصيب الرئيس البوليفي الجديد كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وزير خارجية فنزويلا خورخي أريازا، إضافة إلى ملك إسبانيا فيليبي السادس والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز. معنا من بيروت مديرة الميادين إسبانول الزميلة وفيقة إبراهيم. وفيقة، حدث مهم، وأيضا يعني لائحة المشاركين موضوع مهم، لكن قبل هاتين النقطتين نريد أن نتحدث مع هذا التنصيب وأداء اليمين الدستورية لإرسي، هل طوت بوليفيا صفحة الانقلاب على موراليس؟ مساء الخير راميا. بوليفيا هي في صدد ذلك، يعني هي اليوم منذ اليوم بدأت فعليا على الأرض بالقضاء على كل ما خلفه هذا الانقلاب خلال 11 شهر يعني من العذاب للشعب البوليفي. يعني هذا الرئيس 67 لبوليفيا لويس أرسي اليوم حصل حفل التنصيب رسميا أمام وفود من حوالي 40 دولة رسميين وغير رسميين كانوا موجودين. هذا الرئيس مثلا انهمرت دمعة من عينيه في مرتين في مناسبتين خلال هذا الحفل، الأولى عندما ارتفعت راية الويبالا المقدسة للشعوب الأصلية والتي كان انقلابيون قد أحرقوها وداسوا عليها ويعني تعرضوا في الصميم لمشاعر هذه الشعوب، ارتفعت وهي ترفرف مجددا في قصر الرئاسة في الداخل إلى جانب العلم البوليفي. وأيضا عندما أشار في كلمته للشهداء الذين سقطوا من أجل عودة الديمقراطية ومن أجل، وهذه نقطة مهمة، عودة الديمقراطية جانب. أعرف أنك وفيقة لست في الفريق الذي سينجز ربما المهام التي وضعت في برنامج الانتخاب للرئيس البوليفي الجديد، لكنني أعرف أنك تعلمين كثيرا ربما الأولويات التي سيضعها، التحديات الأساسية أمام الرئيس البوليفي الجديد ما هي؟ برأيي راميا هناك الكثير من المواضيع. يعني في كلمته على الأقل كلامه بوضوح عن عودة بوليفيا إلى حضن الألبا والعمل على تعزيز دور الألبا والأوناسور والتعاون في الوطن اللاتيني الأكبر والدفاع عن سيادة الشعوب والعالم المتعدد الأقطاب والتنوع في علاقات بوليفيا باعتباره نهج أساسي للحركة نحو الاشتراكية يعني التي وصلت إلى الحكم الآن. وبالنسبة والداخل في الاقتصاد؟ وفي الاقتصاد أيضا استعادة كل الخطط أو استكمال أفضل نقول يعني بعد التعويض عن كل ما هدمه الانقلابيون، استكمال الخطط التي كان قد وضعها الرئيس إيفو موراليس والذي حقق يعني من خلالها المعجزات بمساعدة الرئيس الحالي الذي كان هو وزير التخطيط والاقتصاد وهو العقل كما يقال العقل يعني العبقري لهذه السياسة الاقتصادية. ولكن راميا هناك لحظات كانت مؤثرة جدا بالإضافة إلى عودة راية الويبالا، هي أن الرئيس أرتي
أو مع وصول يعني عندما تم استقبال وفد فنزويلا في لاباس كان استقبال يعني على أرض شقيقة وصديقة، وكان هناك عرض الأناشيد والترحاب عودة فنزويلا إلى بوليفيا. وأيضا هناك كثير يعني الكثيرون يلمحون إلى احتمال وجود فكرة لدى القيادة الجديدة لتأسيس مقاومة شعبية تلك التي لم تكن موجودة في السابق على طريقة فنزويلا. لماذا؟ لأنه منذ يوم أمس امتلأت الساحات بشباب وصبايا وأشخاص متوسطي الأعمار، بل جاهزين لأي طارئ دفاعا أو حماية الديمقراطية، لأنهم لا يعني لا يثقون. ممتاز، هذه النقطة الأساسية وفيقة، ربما التي قيل أنه في نقطة الضعف التي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتسلل وأن تتمم هذا الانقلاب، موضوع القوات الشعبية، حضور فنزويلا مهم، وأيضا الحضور الإيراني في دقيقة لو سمحتي. تصوري رامي أن وزير الخارجية الإيراني، أنك ذكرتي السيد محمد جواد ظريف، منذ أن وطأت قدماه الأرض البوليفية تم ترتيب اجتماع له مع الرئيس أرسي ومع نائب الرئيس، وتم بالفعل هذا اللقاء قبل حفل التنصيب. يعني كان هذا شيء لفت الإعلام هناك، أنه حتى في إشارات إلى الغرابة في الموضوع، لأن قبل حفل التنصيب يعني يكون الجميع في خضم هذا التحضير، ولا يعني لا تحصل اجتماعات من هذا النوع. حصل الاجتماع وفي ذلك لفت التقدير مميزة تجاه الجمهورية الإسلامية. أيضا ملفت كان وجود وفد من الولايات المتحدة يعني على طريقة الاستحوماتو، يعني هو وفد أمريكي ووفد كولومبي برئاسة الرئيس الكولومبي، وهذا يعني من خوفهم على مصالح مستقبلية مع بوليفيا. حضروا الوفد الأمريكي مثلا برئاسة وكيل وزير المالية للشؤون الدولية برينت ماكنتوش. نعم. المهم في الأمر أن بوليفيا قالت أنها منفتحة على الجميع وأنها تصر، وعلنا هي فخورة بعلاقاتها في يعني نعم. في العالم. وفيقة يعني أنا وأنت وربما أيضا في الميادين ندعو فعلا للاهتمام بهذا الملف، أمريكا اللاتينية بشكل عام وأيضا بوليفيا. لو كان الأمر بيدي لبقيت ساعة أنا وإياك نتحدث عن بوليفيا في هذا التحول الأساسي. أنا أعرف أنه لو كان الأمر بيدي. شكرا جزيلا لك وفيقة إبراهيم. هي أكثر من مشاعر، هي حقيقة الرؤية الاستراتيجية على مستوى العالم بضربت هذه الساحات في وجه المحاولات الهيمنة التي تريد أن تأكل من مقدراتنا. وفيقة إبراهيم مديرة الميادين إسبانول ضيفتنا وزميلتنا معنا عبر الهاتف من بيروت. أعلن رئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلدة شوشة الواقعة في إقليم ناغورنو كاراباخ أصبحت تحت سيطرة قواته، مشيرا في خطاب متلفز إلى أن ذلك يعد انتصارا كبيرا على من سماهم الانفصاليين الأرمن في المنطقة. أبلغكم بكل فخر وفرح أنه تم تحرير بلدة شوشة. سيتم تسجيل 8 نوفمبر في تاريخ الشعب الأذربيجاني باعتباره اليوم الذي عدنا فيه إلى شوشة. في المقابل نفت وزارة الدفاع الأرمينية سقوط مدينة شوشة الاستراتيجية بيد القوات الأذربيجانية. وزارة الدفاع الأرمينية كانت قد أعلنت أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي توصف بقلب الأرمن النابض، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة شوشة تقع على بعد 10 كيلومترات فقط من مدينة ستيبان كيرت. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ أذربيجان بإعلانها السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية. تحرير شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للاحتلال. بالنيابة عني وعن عائلتي وعن أمتنا، أهنئ جميع أشقائنا الأذربيجانيين وأخي إلهام علييف. ينضم إلينا المحلل السياسي في معهد الدراسات الشرقية في باكو النور مصطفى ييف. مرحبا بكم سيد مصطفى ييف. كيف يمكن استبيان حقيقة السيطرة على شوشة بالنظر إلى النفي الذي جاء من وزارة الدفاع الألمانية؟ مساكم الله بالخير والعافية. أهلا بك. يشرفني أن أتقدم إليكم
بخبر المبشر والسار الذي يحن جميع العالم الإسلامي، أن جيش الأذربيجاني اليوم حرر مدينة شوشة عاصمة ثقافة الأذربيجانية والإسلامية بعد احتلال هذه المدينة 28 سنة. ونعم الرئيس الأذربيجاني اليوم في خطابه للشعب الأذربيجاني أعلن عن تحرير هذه المنطقة، واليوم قوات المسلحة الأذربيجانية تسيطر هذه المدينة بصورة كاملة ورفرفت العلم الأذربيجاني في هذه المنطقة. نعم اليوم الطرف الأرميني ينفي هذا الخبر، ولكن نفي الجانب الأرميني لا يتوافق مع الحقيقة. عندنا الفيديوهات والمعلومات الدقيقة أن الأرمن يحربون من مدينة الشوشة وعاصمة ناغورنو كاراباخ غير معترف بها مدينة ستيبانكير، حتى يحربون فرا من هذه المنطقة. هذه كلها الشواهد تدل أن أذربيجان جيش الأذربيجاني تسيطر هذه المناطق. وهو أيضا دأبت يعني العادة إن صح التعبير في هذه الجولة من الاشتباك، والتي تبدو مختلفة عن الجولات السابقة في هذا الإقليم، بأن نرى يعني إعلانات متناقضة بين الطرفين، بين إعلان السيطرة وبالمقابل نفي ذلك. لكن بالمهم، ما الذي يعني إذا ما بالفعل تم السيطرة كما تقدم باكو وأنت تؤكد ذلك سيد مصطفايف، ماذا بعد شوشة بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية، قلب الأرمن النابض كما يتم توصيفها؟ هذه المنطقة منطقة استراتيجية جدا، وأرفع المنطقة في هذا الإقليم. من يسيطر هذه المنطقة؟ هذا يدل على أنه يسيطر على جميع الإقليم في قرابخ، ولذلك يسمى هذه المنطقة قلب قرابخ أو عاصمة الثقافة الأذربيجانية الإسلامية. سيطرة الجيش الأذربيجان على هذه المنطقة تتيح له المراقبة الطرق الاستراتيجية التي تربط القرابخ بأرمينيا. وسيطرة الجيش الأذربيجان على هذه المنطقة تمنع تزويد الأسلحة وقوات الحيوية من أرمينيا إلى قرابخ، ولذلك هذا يعتبر المنطقة الحامة ومنطقة الاستراتيجية بالنسبة لأذربيجان. واليوم حصلت على هذه المنطقة وأعلنت جيش الأذربيجاني والرئيس الجمهوري الأذربيجان. لكن سيد مصطفايف، أنتم تعتقدون بأنه بعد هذه السيطرة كما تقول وكما تقول باكو بأنه تم السيطرة على شوشة، بعدها هو عامل أو مرحلة الحسم بالنسبة لأذربيجان؟ نعم، أعتقد بعد سيطرة جيش الأذربيجان هذه المنطقة يؤدي إلى تحرير المناطق الأذربيجانية القديمة بصورة كاملة خلال أسبوعين، يعني في أسرع وقت ممكن نحن سوف نرى تحرير هذه المنطقة بصورة كاملة بشكل شكرا جزيلا لك النور مصطفايف، المحلل السياسي في مركز الدراسات الشرقية، ضيفنا، كنت معنا عبر الهاتف من باكو. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكن احتراما عميقا للإسلام في رسالة حملها لشيخ الأزهر أحمد الطيب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي أكد بدوره أهمية التعاون مع فرنسا لمكافحة الإرهاب، منتقدا الأعمال الإرهابية في فرنسا. إلى ذلك أكد شيخ الأزهر خلال استقباله للودريان أنه يرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، داعيا الجميع إلى وقف هذا المصطلح الذي ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع كما قال. فيما شدد الرئيس المصري على الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين الأديان كافة.
هي الرسالة التي أحملها والتي سوف ألتقي بها فضيلة إمام الأزهر. وذكرت كذلك، وهذا أمر بديهي بالنسبة لي، أن المسلمين في فرنسا جزء من تاريخ وهوية الجمهورية الفرنسية. نحن نكافح الإرهاب ونكافح تحوير الدين وتحريفه، نكافح التطرف. هذه المعركة ليست معركة نخوضها. تناولنا الجهود المشتركة فيما بين مصر وفرنسا وشركائنا الدوليين في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه وإدانة كل الأعمال الإرهابية الإجرامية، وأكدت طبعا الانفصام التام بين العمليات الإجرامية والإسلام أو أي دين. فهذه الأعمال تستهدف زعزعة الاستقرار، تستهدف تحقيق أغراض سياسية وليست لها أي علاقة بالدين الإسلامي الحنيف الذي يحض مثله مثل الأديان السماوية الأخرى على التسامح والأخاء والاستقرار والسلام. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. على وقع المزيد من التهاني الدولية لبايدن، ترامب يصف خصومه باللصوص ويقول إن الانتخابات سرقت. والمطالب هي أولا فك العلاقة فورا مع حزب الله. رئيس التيار الوطني الحر ردا على العقوبات الأمريكية: لن نطعن حزب الله، وعقوباتكم مصدرها إسرائيل الساعية إلى تهجير المسيحيين من الشرق. الرئيس البوليفي الجديد يؤدي اليمين الدستورية، وأبرز الحاضرين وزراء خارجية فنزويلا وإيران وملك إسبانيا. الرئيس الأذربيجاني يعلن سيطرة قواته على مدينة شوشة على مشارف عاصمة كاراباخ. يريفان تنفي وتقول أن المعارك مستمرة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.